كم طلع بس الجزء الثاني للمحاضرة مالتنا اللي هي ساعة البنزو فيوران والبنزو تايفن. فعندنا هنا الاستيبشن هي عبارة عن سايكلايزيشن اوف هنا قد تكون الاكس اما اوكسجين او سلفر، معناته بالاثنين اثنين ارض ثايو او شنو اثنين ارض شنو اوكسي الديهايد او كيتون. زين فعندنا هذا الالديهايد او الكيتون يعني هذه هنا او الاسيد، اذا هذه الار قد تكون اتش او قد تكون كاربن او تكون حتى تكون شنو كاربوكسيليك اسيد، ممكن كل الاشكال. بالاثنين بالبوزيشن رقم اثنين نكون شنو عندي ارل ثايو او ارل اوكسي، قصدنا هالجروب هذه موجوده بوزيشن شنو رقم اثنين. اذا هذه الشغله الاساسيه انه كون تعرف شلون اقول لكم الستارتنج مالتك للسايكلايزيشن. فبعد ذلك بكل بساطه حيصير عندي شنو فقدان للووتر، بعد ما صار فقدان يصير السايكلايزيشن. اذا هاي الخطوه الاساسيه بتكون هذا المركب. طبعا هذه تكون مور كمان وليس ما تصير، يعني فقط مور كمان وين تصير بالبنزو تايوفين. بس عندي هذا الستارتنج ماتيريال مالت عندي شنو الفكره مالت عندي هذا التايول حتكون شنو اتاك لل على الليفن جروب. هنا الليفن جروب من عندي عندي الهالوجين. هنا الطلاب ستقول لي هنا قبل شويه بهذا الشكل، هذا الشكل فقط السايكلايزيشن، لكن هذا الستارتنج انه الاس يسوي اتاك على البرومين. زين بعد ما يسوي اتاك تروح على الليفن جروب. طبعا هذا يكون عباره عن كاتاليست للرياكشن، لكن الفكره هنا اهم شيء تركز لي على هذا الشيء انه الاس يسوي اتاك على هذه الليفن جروب اللي منه عندي البرومين، قد يصير برومين او قد يصير شنو كلورين يعني بي ار او سي ار يصير كلهن. بعد ما تسوي اتاك هنا تروح زين بعد ذلك حيكون نفس الشكل هذا، يعني عندي هنا مكان الار2 شنو عندي بنزين، وهنا عندي شنو ميثل، وهنا كربونيل. الخطوه القادمه شنو حصير عندي استاكلايزيشن. زين يعطيني هذا الشكل. زين نجي هنا اشو عندي تو باسبل انترميديت، نعم عندي صيرين اثنين. ليش؟ لانه نرجع نفس قبل شويه المثال السابق، قد يكون الدبل بوند هنا يساعدني بعد ما صار هذا الانترميديت هنا. زين وعندي ذن الار2 والار3، قد يكون الدبل بوند تروح بهالمكان هذا. زين يصير سايكلايزيشن بهالمكان، بالتالي الار2 تصعد لي فوق يصير. زين او قد تكون بالعكس. فهنا طلاب شنو عندي؟ نفس الفكره مع المثال السابق اللي الدبل بوند يسار مال كربونيل هسه متكون عندي هذا الشكل. اذا تشوفوه هذا قد يكون يتحول دبل بوند بهالمكان هذا او قد هالمكان هذي. زين فاذا تحولت هنا بهالمكان اللي هو المفضل هذا الشكل اللي يصير كونجيكيت ويا البنزين بنزل هنا عندي، يكون هذا هو الفيفورت فورم. فبالتالي يعطيني شنو لان دبل بوند هنا قلنا حصير السايكلايزيشن وين كان يرتبط بهالمكان هذا، او قد يكون له ارتباط مباشره بهالذره هذي. خوش فاذا عندي احتماليات اثنين للبرودكت، ومثل ما قلنا هو البنزل هو يكون اكثر مفضل. هنا انا بهذا التفاعل هنا تقول لي هذا شلون صار؟ نفس الشيء تصور هنا ايماجن انه شنو عندك هنا كانت هاي سي اتش2 متصله بها شنو؟ ليفن جروب اللي فور اكزامبل يعني كلور عندك كانت هنا. الكلور راحت شلون هسه عندي هاي البروم، بروم او كلور هنا كانت موجوده راحت بعد ما السلفر سويت اتاك عليها راحت. فهنا انا شنو عندي اللي حيصير؟ يصير هذه الكربون اللي حسوي سايكلايزيشن ويا هالمكان هذا ويا الكربونيل. زين ما حيصير عندي ليفنج حتى هالكلورين، حصير شنو عندي هنا المفروض يصير نفس ما قلنا هنا فقدان في الاتش 2 او. هنا من يسوي اتاك عليها الكلور هي بيتر ليفنج جروب ذان ذي الووتر. خوش بهالحاله هذه طبعا هنا مستخدمين احنا شنو ايضا اللويس اسيد مستخدمين، فبالتالي حيصير عندي شنو؟ يصير فقدان الكلورين ويعطيني شنو؟ الكربونيل كومباوند. اذا هذا الاكزامبل هنا شويه مختلف عن الاكزامبل السابق. الاكزامبل السابق انه الميثل او البنزل هي مو جود ليفنج جروب، بالتالي ما حتروح تنفقد. زين هنا لا عندي الليفنج جروب هي من تكون الكلور، فبالتالي من يسوي كانه هاي دبل بوند الكربون اللي هنا مال بنزين راي من يسوي اتاك اللي حتروح منه الكلورين تنفقد،
ويعطيني هذا البرودكت. يعني في الحالة هاي دبل بوند كربوني حتبقى، يصير فقدان بالووتر. زين اكو احتماليات اثنين هنا بالرياكشن، اما هذا المكان هو يتفاعل زين او هذا المكان يتفاعل. اذا احتماليات اثنين عندي بالتفاعل، فمثل ما تشوفون هنا اما يصير بارا يعني درجة كربون البارا اللي هي نفسها هي هذا حتتفاعل، او قد يكون شنو انه هاي حتتفاعل الميتا الاورثو العفو الاورثو بالنسبة للكلورين، فالاورثو هاي حتتفاعل. اذا تفاعلت الاورثو يعطيني شنو هذا البرودكت. طبعا اوف كورس هي احنا ندري بها احنا الكلورين هي ضمن الدي اكتيفيتنج جروب، فبالتالي حيكون عندي شنو يفضل البارا بوزيشن افضل من الاورثو بوزيشن، هي تعتبر وذ دراونج فتاثيره يكون اقوى هنا على الاورثو من البارا بوزيشن. فبالتالي تشوفون هنا أنا بهالمكان هذا يكون البرودكت مال تيلد تكون اعلى مما لو البرودكت الاخر اللي هو يكون شنو الاتاك من خلال الاورثو. يعني قابليه الاورثو للاتاك تكون شنو اقل، الميجر 1 منو ابو البارا بوزيشن. هنا أنا بالنسبه للاسيد عندي قد يكون هنا سلفر عندي او عندي الاكسجين يسوي اتاك على الكلورين. طبعا هذا هو تقريبا اذا الطلاب تركزون هي نفس الاكزامبل هذا اللي هنا، هذا شلون صار مثل ما قلنا هنا كانت اكو شنو كلورين هنا بهالمكان هذه زين، فتجي هذا السلفر خلينا نفرضها يسوي اتاك هنا الكلورين تطلع يعطيني هذا الشكل. هنا أنا شنو عندي الفكره مال المركب هنا بكاربوكسيليك اسيد. قبل شوي اخذنا مثال ابو اللي عندنا شنو فور اكزامبل كان عندنا كيتون كاربونيل او اسيل كلورايد سي او سي ال. هنا اذا كان بالاسيد شنو هي الفكره مالته بحاله الاسيد طلاب ترى اكزاكتلي حيصير نفس المثال السابق، يعني هاي الاو اتش هي مماثله لمن للكلورين. قبل شوي اخذنا الكلورين اللي هي هذه، نشوف هاي الكلورين زين، يعني هاي اما سي ال او او اتش. بالحالتين ايش راح يصير عندي؟ السي ال والاو اتش راح يسوي ليفنج حيعطيني هذا المركب. هذا المركب قد يصير انه يصير اذا ضفنا زنك اند بيس هاي الحاله نقدر نفقد هاي الكربونيا. قبل شوي ما ضفناهن، اذا ضفناه هنا الزنك وذا بيس حيكون شنو عندي يصير نوع من التوتمرزم ويعطيني شنو البرودكت مات. هنا لا بقيناه بقى مثل ما هو، اذا شوفنا ما ضفنا زنك اند بيس لذلك بقى. ونفس الوقت تشوفون هذه مو ما صارت بها دبل بوند زين. هنا حتى تصير اروماتايز لازم اضيف لها زنك اند بيس على مود شنو اقدر احوله من هذا الشكل اللي هو كيتو اينول. تشوفون هذه يصير توتمرزم بين الكيتو والوي اينول. اذا نضيف زنك اند بيس راح تروح كلها هاي الجروب، بالتالي يعطيني البرودكت اللي اريده. هذا مثال اخر. هنا عندي الاثر حتكون اول شيء كليفن جروب تمام. فبعد ما صار اتاك هنا يروح الاثيك كاثنول هو الليفنج جروب بهاي الحاله. بعد ذلك ستيب وايز فقدان الاثنول الجزيئه الاخرى على مود شنو يعطيني الاروماتايز برودكت. هذا مثال اخر انه صار عندي شنو الاو اتش يسوي اتاك على الكلورين يعطيني هذا المركب. هاي هنا بهاي الحالة ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي ساكلايز نفس الوقت نفس الشيء بهالمكان هذا ويعطيني البرودكت اللي اريده. نجي على الرياكشن النوع الثاني واللي هو اخير واحد اللي هو شنو اذا كان عندي بالاورثو بوزيشن سبستيوشن اوريدي سبستيوت موجوده وين؟ بالاورثو بوزيشن. قبل شوي كان ماكو شيء بالاورثو بوزيشن، هنا لا عندي اوريدي شنو؟ بالاورثو بوزيشن. اما تكون عندي اس ال اريل اوكسي او اريل تايو اسيتيك اسيد او استر او كيتون. نجي هنا شنو عندي؟ هذا قد يكون شنو استر او كيتون هالمكان هذا. بالاورثو بوزيشن عندي شنو يكون فور اكزامبل الالديهايد او قد يكون الكيتون. فحين شوف هنا ايش حيصير عندي. هنا بكل بساطه اهم شيء طلاب بهذا التفاعل اذا كان عندي بالاورثو سبستيوشن لازم عندي شنو اهم شيء تشوفون عندي ذن الاتش حتى يصير تفاعل. ليش؟ حنشوف هنا بهذا ايش راح يصير. هنا حتكون هذه الدبل بوند كاربون اللي حسوي كانه يصير اتاك بين هذه وهذه، راح يصير كوندنسيشن بهالمكان هذا. تشوفون بين هاي الكاربون الكاربون ويا هذه الكاربون اللي هنا يعطيني بالتالي هذا الشكل. اذا تشوفون اذا نصوروا هذه كانت هنا قبل اكسجين شنو او راح تصير فقدان H2O هذين ال 2H وهاي شنو ال O فيصير سايكلايز يعطيني شنو البرودكت مالتي.
وضحت؟ اذا هاي الار هي نفسها هاي الار اللي هنا اللي كانت ويا الكربونيل، وهاي شنو الجروب اللي موجوده هنا. يعني فور اكزامبل هنا عندي هاي الاو اتش وبها اورثو سبستيوتد، شنو عندي؟ الديهايد جروب. فعناه ويا هذا المركب، هذا المركب بكل بساطه انا طبعا بالامتحان ارسم لك اياه لانها شويه صعب انه تقدر تشوفه، هو بكل بساطه هو هذا نفسه، هاي نفس الجزيئة بس بها مرتبطة شنو؟ هنا كان اكو كلورين بهالمكان بهالذرة الكربون مرتبطة بها شنو؟ كلورين، هاي الكلورين. فبوجود البيس القاعدة راح تخلي شنو؟ الـ OH تسوي اتاك وين؟ على هالكلورين يسوي كيك اوت يعطيني هالمركب الانترميديت. اذا تكون هذا الانترميديت مالتي، بعد ما تكون هذا الانترميديت انسان عندي شنو بها؟ 2H هنا بهالمكان هذا، راح يصير كوندنس ويا هذي ويعطيني البرودكت مالتي. هذا شوية كومبليكيتد، إرادك شوية على كيفك بالبيت يعني ترسمه من جديد وبدون ما تشوف البرودكت، فقط ترسم أسهم إلى أن تعرف شوية، تحاول إنه تراك تقدر شلون تستنتج البرودكت مالتك شنو هو اللي حيكون. إذا الفكرة الأساسية إنه الـ O أو الـ S أما تكون بالأورثو سبستيوانت أكو أو ماكو سبستيوانت، هي يحدد لك نوعية البرودكت اللي أريده. هسه الرياكتيفيتي حيكون إن شاء الله الـ next part.